الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. Thank you.
فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحم فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي لدى أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون إني أخاف أن
صدق الله العظيم.